عقد ورش عمل، وهذا بحر حتى ندخل فيه، عالم يعني من شوف كيف نتعلم. بالنسبة للقراءة نحط لنا مجموعة من الكتب، ماذا نفعل؟ ضمن مكتبتنا الأسرية، ليس بالضرورة إخوان الكرام أن تكون كلها متوفرة، بعضها يغني عن بعض، لكن عندما تكون التربية الأسرية أولوية عندك ستكون عينك تقع في المكتبات على هذه الكتب وأمثالها. هذه كلها الكتب موجودة في التقويم عندكم، ما تحتاجوا تكتبوها. هذا التعلم بطريقة فردية لوحدك في البيت، في تعلم عن طريق دورات اللي تستغرق يوم أو يومين، دورة في حل المشاكل، في كسر الروتين والملل داخل المنزل إلى غير ذلك. فيها دورات طويلة المدى عبارة عن ملتقى تربوي فصلي يضم نخبة من المهتمين لمناقشة مجموعة من القضايا تحت شعار واحد، وهذا المؤسسات خاصة. لا يعني سامحوني سأمر سريعا. عقد ورش عمل داخل الأحياء، الآن في نوادي، في النوادي الأحياء وغيرها، ممكن يكون أحد التجمعات تجربتي داخل البيت لمناقشة بعض القضايا التربوية الهامة في بيوت الناس. الركن الثاني المتربي، هذا المهم، هذا الذي أريد أن أقف عليه لأن التقويم خدمنا في الشرائح السابقة. المتربي كما ذكرنا في أثناء الحديث أن كل ولد نسيج لوحده، شخصية لوحده، فنحتاج إخوان الكرام أن نتعرف على أولادنا. لنا طريقتان في التعرف على أولادنا، طريقة أن نسأل نحن أنفسنا عن هذا الولد الذي يعيش معنا، وطريقة أن نستنبط هذه المعلومات من خلاله هو، من خلال أسئلة سنذكرها بعد قليل. الطريقة الأولى هي أن نتعرف على الولد من خلال مجموعة من الأسئلة. من هو ولدك؟ ما نوع ذكائه؟ ما نقاط القوة لديه؟ ولدك الآن، تخيل أحد أولادك الآن، أعطونا واحد كذا، أعطينا واحد من أولاده نطبق عليه هذه الأشياء. من يتبرع؟ أب طفيتم أنتم، يا سلام. يلا قول، عندك ولد كم عمره؟ كم؟ 3. طيب كان كبيرة بس شوي عشان ها؟ أنت جاي إيش؟ بس أنا عاوز أبوك هو اللي يتكلم عليك. وين أبوك؟ ها هنا. طيب بعد شوية حناديك أنا إن شاء الله. طيب جزاك الله خير، شكرا. لا نبغى واحد كذا أب وولده مو عنده هنا. أنت عندك كم عمره؟ ما شاء الله زين. يلا خلنا نقول ولدك، تعرف نوع ذكائه؟ أنواع الذكاءات عندنا 7 أنواع ذكاءات حنتكلم عليها بعد شوي، ما في مشكلة. نقاط القوة عنده؟ لا، نقاط القوة في ولدك إيش؟ سواء في الذكاء، إيش تعامله جيد مثلا، عباراته رقيقة إلى غير ذلك من الأشياء. إيش الأشياء اللي تميزه فعلا؟ أنه جميل، تمام. نقاط، كيف يمكن الاستفادة من نقاط القوة بمشروع عملي؟ لازم تسأل هنا. الأمر الثاني، ماذا يحفز ولدك؟ نحن ذكرنا مجموعة من المحفزات قبل قليل. ولدك ما هو الشيء الذي فعلا إذا أعطيته إياه يقلب لك البيت قلب؟ لا، اتركني ما يحفز الآخر، إيش حلوة وفلوس طيب شرائح يا مشايخ. ماذا يضايق ولدك؟ أب وأنتم عندكم سجن أجل ها؟ اسمعوا هذا، يستخدم دكتور إيش رأيك؟ يقفل الباب عليه ها على مين؟ أكيد ما دام لصيق بك لازم تدمره أنت على كذا. طيب ماشي، ما طرق تشجيعه؟ لما تريد تشجعه على شيء معين تمام، ما المهارات التي يحتاجها؟ لازم تسأل نفسك هذه الأشياء. ما الوسائل لتعليم تلك المهارات؟ أقول والله أنا ولدي في هذه السن يحتاج إلى مهارة إدارة كذا. فيه يا إخواني إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله عندي 22 حقيبة تدريبية للأبناء من سن 6 إلى سن 12 سنة، يمكن تطبقوها مع أولادكم لا بأس، ما عليها حقوق تمام. يعني لما تأتي لقضية الانضباط، التعامل مع الأقران، إدارة الوقت بشكل طفولي جداً
وأنا سأعطيكم الآن واحدة من الدورات اللي تعطى لهؤلاء الأطفال لتروا كيف أصلاً تمارس معهم وكيف تنقل لهم القيم عن طريق الصورة والعبارات، وسنأتي إن شاء الله، إن شاء الله إذا بقي لنا وقت. ما الأخلاقيات التي تريد أن تغرسها في ابنك؟ وهكذا. هذا الأمر ليس سهلاً لكنه أيضاً ليس صعباً، وستكون الإجابات في البداية فيها نوع من التشويش، وهذا صحيح لأنه ليس لدينا الملكة إلا من رحم الله التي تؤهلنا لنعرف من هو هذا الولد ومن هو هذا الولد ومن هو هذا الشخص أيضا. لكن مع تكرارها لما تصير حاضرة في ذهنك وتعيش أسبوع مع أولادك تبدأ تكتشف الآن. معي يا إخوة؟ طيب أنتم استويتم شكلكم. أو دعنا نتعرف عليه عن طريقه هو، أعطيه أنا ورقة ودعني أتعرف عليه. من أنت؟ اكتب الصفات الحسنة فيك، هو ولدك، تحط له فراغ، خاصة لما يصير يعني يفهم ويستوعب في مرحلة متأخرة من العمر. اكتب الصفات غير الحسنة فيك، مثلا معاند إلى غير الأشياء. ما هواياتك؟ ما الأشياء التي تتمنى أن تحققها في حياتك؟ ما الطعام الذي تحبه؟ ما الشراب الذي تحبه؟ ما الألعاب التي تحب أن تلعبها؟ طبعا بعض الأسئلة تعطيك تغذية راجعة للمحفزات، ما يقول لك أنا أحب طعام تحط من ضمن المحفزات عندك سواء في جدول التشجيع ولا العقاب. ما في إشكال، يعني أصلا هو يعرفها أنه كثير العناد وكذا، كونه يتعرف أصلا على هذه المشكلة بعد ذلك سيسعى إلى حلها. رتب هذه الأمور بحسب أهميتها لك كمتعة: الكلمات المتقاطعة، كتابة البحوث، القرآن، ألعاب الذكاء، زيارة المتاحف، حل الألغاز، الزراعة، مشاهدة البرامج الطبيعية، ألعاب المتاهات، خدع البصر، كمبيوتر، إلى غير ذلك. هذه مع السؤال الذي سيأتي بعد قليل يحدد، يساعد الوالدين على تحديد نوع الذكاء عند الولد، وذكاء حركي ولا ذكاء سمعي ولا ذكاء كذا ولا ذكاء وجداني ولا غيرها من الأشياء. أي هذه المهن أحب إليك؟ مذيع، باحث، محاسب، طبيب، عالم؟ الغالب، الغالب أن التي هنا في رتب هذه الأمور مع أي المهن أحب إليك تكون واحدة. إذا جاوب فعلا بدقة ستكون التي هنا تدل على الأخرى. إذا كان والله ذكاؤه ذكاء مثلا حركي تجد الأشياء الحركية اللي فيها حركة، ذكاء عاطفي تجد الأشياء العاطفية في مسألة الرسام وغيرها، وتبقى أنه هنا عنده زيارة المتاحف، الاهتمام بالأشياء، برامج الطبيعية، غيرها من الأشياء. فلذلك الإجابة على هذا السؤال ستوافق قطعا بإذن الله تعالى الإجابة على هذا، على الأشياء التي هنا. المهن ستوافق المتع التي يحبها والتي ستكون بعد ذلك بإذن الله هي سلوكيات لمهنة سيكونها في الكبر بإذن الله جل وعلا. إذن هذا تعرف على ولدك. سأحيلكم إن شاء الله على مرجع في هذا ترجع إليه لتقرأ كيف تتعرف على ولدك من خلال أنواع الذكاءات. اقترح أي مهنة أخرى ترغبها إذا لم نستطع تحديدها من الأشياء السابقة. طيب الخطة، دخلنا الآن في الكتاب الذي عندكم. خلونا نلخص السابق. تكلمنا في هذا اللقاء من أول اللقاء إلى الآن أيها الإخوة على الأشياء التالية. تحدثنا في البداية على أهمية التخطيط وعلى لماذا نخطط ولماذا لا نخطط، ما الذي نكسبه وما الذي نخسره، ولماذا لا نخطط، وكانت هي تهيئة ثقافية حوارية حول هذا الموضوع. ثم تحدثنا بعد ذلك على كيف نبني خطة، ما هي عناصر الخطة. تحدثنا عن القضية الأولى وهي المناخ الأسري، وتكلمنا على 10 قضايا، وقلنا أنه هو الشيء الأساسي، ولا يمكن أن نبني بيتا متميزا ما لم نبني مناخا أسريا متميزا. الأمر الثاني تحدثنا على المربي، وقلنا أن المربي له 3 أشياء حرص عليها: تعلم، تعاون، تفاهم. ثم تكلمنا عن المتربي وأنه يمكن أن نكتشف هذا المتربي من خلال أن نتعرف عليه هو من خلال أسئلة نوجهها لنا كآباء، ويمكن أن نتعرف عليه من خلال أسئلة توجه إليه هو ونستفيد منها في تعرفنا على هذا الولد. بعد ذلك تأتي الخطة. خلونا نفتح هذا الكتيب بين أيدينا حتى يكون هناك تطبيق عملي له. صفحة 1 بعد الغلاف مباشرة. أنا
سأحاول أمر سريعا، سمحوني بس أطلع كده شوي. شيخ رجعنا لو سمحت شاشة يا مشايخ. جينا ها أنا عارف أنكم دختم بس الله يعين. أيوة هذه، خلونا نحط اف ان اف 5 مباشرة ولا لا؟ رجعت لها. تسعين شريحة يا جماعة، تبغى تاخذوها كذا حلال زلال. كيف يا أخي؟ ممكن أضغطها من هنا، مشكلة من هنا سودة أمامي. بس عرفناها. هي وين هالفارة راحت؟ أنا بس أبغى أوصل للكاس، هي رايحة طاهرة. الحمد لله، شكرا يا اخي على التحفيز. ما يجب انجازه خلال شهر. طبعا في الصفحه الاولى والصفحه الثانيه كما تلاحظون كيف نصنع برنامجا تربويا لمده سنه كامله، كيف تتعامل مع كل شهر لوحده، هذا يحتاج تقراوه بعنايه في البيت. اي اشكال عليكم جوالي عندكم ليلا ونهارا سرا وجهارا، تجدوه دائما مغلق. طيب في كل شهر حدد مجموعة من الأشياء التي تريد أن تحققها في هذا الشهر من خلال معرفتك بأسرتك. مثلا عندنا أحد الأشهر صيام يوم عاشوراء، مثلا زيارة مكتبة صفحة 2 أو 3، رحلة عائلية، دعوة بعض الأقارب. ليس بالضرورة أن تحققها كلها، نحن نقول الآن مجموعة من الأهداف التي أنت تريد أن تحققها في هذا الشهر، بعضها أو كلها. احيانا بعض هذه المشاريع والبرامج ما تكون واضحه في ذهنك او تحتاج الى استحضار. في الجانب الثاني من الصفحه لاحظ هناك برامج عمليه مقترحه ومشاريع مقترحه لمشروع الشهر. ارجع هنا ستجد ان هناك مجموعه من الاشياء صحيح غير واضحه. في مرجع لهذه الاشياء كلها بالكامل. المرجع هو شريط جدد حياتك العائليه. كل واحد منها مشروع. في شيء ثاني ان كل هذه البرامج المذكورة على اليسار موجودة هنا في الدورة، في نفس الدورة هذه. يعني لو أخذتم الشرائح لا سمح الله تمام، فستبدأون إن شاء الله بداية صحيحة. إذن لنحدد أهدافنا في الشهر ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفحة 5. طبعا أحتاج أنكم تقرأوا صفحة 2 و3 بكل هدوء حتى نرى يعني كيف يمكن أن نطبقه، وهي سهلة بإذن الله من خلال قراءتكم لها، يصعب الآن نقرأها. شهر محرم، لاحظوا الآن شهر محرم كم عندنا مجموعة من الأهداف صحيح، وهي يعني سنبدأ فيها فعلا من الصفر لهذه الأسرة. لقاء المودة، وهذا اللقاء المودة هو لقاء عائلي أسبوعي أو نصف شهري كما ترى أنت مناسبا، للتحاور في قضايا الأسرة، لإعطاء الأبناء أي شيء مميز، لقراءة كتاب، لأي شيء من الأشياء. كيف يكون هذا اللقاء العائلي؟ كيف تبنيه؟ موجود في الشرائح هذه التي يسرها الله. الاشتراك في مجلة أسرية، قراءة فصل من كتاب، إعداد ملف جميل لإنجازات الأولاد، لوحة إعلانات منزلية، برنامج قصة كل أسبوع، سماع شريط كيف تجدد حياتك العائلية، مشروع الشهر، صيام عاشوراء. ماذا تفعل عندما تكون عندك مجموعة من الأشياء؟ نزلها على أرض الواقع، حطها على الشهر مثل هذا. مشروع الشهر موجود في صفحة 3. شوفوا الآن هذا شهر من الأشهر. لاحظوا عندي أنا يوم، في يوم ثابت عندي يوم الاثنين، سبت أحد اثنين ثلاثة لقاء المودة. ممكن بعض الأسر ترى أنه الجمعة بعد الصلاة مناسب، ولا بعد المغرب، ولا يوم الخميس، ولا رحلة عائلية كما ترى. المهم أنه الأهداف التي تريد أن تحققها في أسرتك نزلها هنا. في السبت في سماع شريط، هذا للمربي الآن. هنا قراءة فصل مشترك بيننا،
سواء الأسرة كاملة ولا الزوج وزوجته. بعدين يوم الثلاثاء هذا لقاء المودة ثابت عندنا سواء بعد المغرب بعد العشاء كما نشاء. يوم الخميس عندنا رحلة عائلية. والخميس الثاني عندي دورة لأبنائي في إدارة الوقت. وفي يوم الجمعة ثالث الجمعة في الشهر عندي وليمة للوالدين. هنا كل أهدافي التي أريد أن أحققها أصبحت على أرض الواقع. في أشياء بتشطبها، أشياء ستزيدها بعد ذلك، لكن ستجعل فعلا خطتك خطة واضحة من خلال أهداف تريد أن تحققها في كل شهر. هذا التقويم وضع في كل شهر مجموعة من البرامج التي يمكن أن يحققها الوالدين. خلونا ننتقل لشهر صفر. الآن جالس كل واحد يبني. عندنا لقاء المودة، دورة الأبناء في إدارة الوقت، حضور دورة على الأسرة، مشروع الشهر، سماع شريط من أجل أبنائنا، زيارة إحدى المكتبات. أنت أضف هنا في اليسار الأهداف التي تريد أن تحققها بعد ذلك مع أولادك. لو انتقلنا الربيع الآخر نفس الشيء، في أشرطة وفي رحلة عائلية وفي إقامة حفل عائلي وفي مضى ربع العام، حاسب نفسك وهكذا. أنت ترى والله أنه من ضمن الأشياء التي تريد أن تحققها في هذا الشهر هو الشيء الفلاني، ضعه هنا وابدأ بتطبيقه على أولادك، وهكذا بقية الأشهر. إخواني الكرام، سأرجع الآن قليلا. خلاص أنترنا هذه كل الأشياء موجودة في البداية عندكم، وإن كان في أشياء زيادة هنا ممكن تقرأوها كذا قراءة سريعة. إذا نريد أن نضع خطة نحرص على الأمور التالية، وهذه مذكورة عندك في بداية التقويم، وستأخذون الشرائح إن شاء الله بعد استخارة 1000 ركعة. يعني ما فيها. طيب خلونا ندخل في البرنامج سريعا يا إخواني. إذا أردنا أن نضع برامج لأولادنا نتنوع فيها، نهتم بالجانب العبادي بشكل كبير مع أولادنا، الصلاة والصيام، العمرة، قراءة القرآن، تعلم الوضوء، هذه أشياء عبادية. يعني تجعل مثلا في شهر محرم تعليم الوضوء، هذا جزء ديني مهم. شهر صفر ستكون هناك دورة عن كيفية الصلاة وستعرض لهم عرض. عندك والله في كل شهر من الأشهر في إحدى اللقاءات العائلية اللي في الشهر راح تحدثهم عن اسم من أسماء الله الحسنى، حدثهم عن العليم. عندي أنا 4 لقاءات في الشهر، اللقاء الثالث دائما يكون عن هذه الأشياء، الجوانب الإيمانية، الأخلاقي، الاحترام والنظافة والرحمة، الاجتماعي، صلة الرحم، اختيار الأصدقاء، الاتصال بالأقارب. بمعنى أنه هذه القضايا ماذا تحولها؟ تحولها إلى سلوك داخل البيت من خلال ماذا؟ برامج. وإحنا قلنا قبل قليل في المربي أنه ما هي الأشياء التي تعينني كم مربي، يعني أجعل الأمور التي أريدها في البيت أجعلها مهارات وسلوك يمارسه الأبناء. لما أجي مثلا لقضية القراءة، هذا جانب عقلي، إذا سأجعل أنا من برامجي في خلال السنة أن أولادي يقرؤون في الشهر كم كتاب؟ أولادكم يقرؤون ولا ما يقرؤون؟ ما يقرؤون، يقرؤون كم يقرؤون؟ هل في كتب الآن عندكم في هل هناك كل بيت منكم عنده مكتبة أسرية لأولاده القراءة؟ عارف عندكم تفسير ابن كثير، مجموعة فتاوى ابن تيمية، تمام؟ لا أتكلم على طفل عمره 7 سنوات، عندكم له شيء؟ أبغى أسمع. ها؟ أعطيني مثل إيش؟ ها؟ تمام تمام. وعمره 18 سنة عندك شيء له؟ مشكلة مزاجه، إيش مزاجك أنت؟ آخر كتاب قرأته إيش؟ ها؟ سؤال صعب صح؟ ايه زين، اي اخر روايه قراتها ايش؟ لا لا ما انا شرقيه. احنا مجتمع قارئ ان شاء الله، من الدرجه الله اعلم، يعني نحن نقرا ان شاء الله. نحن نتكلم على قراءه القران، هذا جزء. انا اتكلم عن القراءه الحره. هل اولادنا عندهم برامج؟ ها؟ أي لا،
أنا أتكلم على قراءة موجهة. هذا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد موقع أتحدث عن كل ما ذكرت من البداية للنهاية. معرض البداية والنهاية عارفينه؟ حق الموت، خلاص راجعوه. هاري بوتر تعرفوها صحيح؟ هاري بوتر رواية بريطانية. هاري بوتر قصة سيئة وعليها ملاحظات كثيرة وفيها سحر وشعوذة، ما علينا من هذا، نحن لا نقيم الآن قصة ولا ندعو لقراءتها. طبع منها 352 مليون نسخة، يباع في الثانية الواحدة منها 127 رواية، وفي الدقيقة 7600 نسخة، تمام. ترجمت إلى 64 لغة. صاحبة هذه الرواية الثانية أغنى امرأة في العالم بعد المرأة الصينية اللي تجمع الأوراق وتبيعها. طيب 352 مليون نسخة. لاحظوا مثلا في أمريكا يطبع سنويا للأطفال 13300 وشوي، هذا قصص أطفال، أشياء للأطفال، كويس. العالم العربي يطبع لهم سنويا، وعدد الأطفال في العالم العربي 45 مليون طفل يطبع له 322 قصة. يعني يصلكم في حي الريان الغلاف. ولهذا كمؤسسات، اللي يا جماعة يا إخواني يا كرام اللي في مؤسسة تربوية مدارس أو غيره، أحيوا هذه القيمة وهي قيمة القراءة. نحن أمة اقرأ لا نقرأ. لذلك لما أجرى استفتاء على مستوى العالم من أكبر شعب قارئ، مين الأول؟ ألمانيا. الثاني اليابان. اليابانيين وصلوا الآن في القراءة أنهم يقرؤون ويحفظون دليل الهاتف. دليل الهاتف. لماذا أولادنا لا يقرؤون؟ لأن آباءنا لا يقرؤون، صحيح؟ ونحن قلنا في أول شيء أن سلوك أطفالنا وأولادنا هو صورة طبق الأصل لسلوكنا، صحيح؟ والد يدخن، ليش يقول لولده لا تدخن؟ ابتعد عن هذه الصفة، ثم بعد ذلك قل لولدك لا يفعل هذا الشيء. إذن عندنا قيم في حياتنا ما هي جالسة تفعل. لما عندي طفل، عندي واحد في أولى متوسط مثلا يبغى يقرأ، أروح أنا كأب، أب عندي ثقافة تربوية تؤهلني لاختيار القصة. هذه الثقافة التربوية ما تبنى في شهر ولا شهرين، لكن قراءة متأنية، قراءة في القراءة للأطفال، ستجد أن عندك هذه الثقافة اللي تؤهلك لمعرفة أنواع الكتب. أروح وأخذ سلسلة الجوهرة 76 قصة لأولادي، قصص إسلامية بوليسية من إصدار إحدى الدور المصرية، يقرأها ولدي ويستمتع بها. سلسلة الجوهرة 76 قصة تجدوها في المعرض الدولي إن شاء الله. والله انتقله لمرحلة أعلى، أروح أجيب له كتب خالد الجبرين، السجين يهرب، رأس شيوم، إلى غيرها من القصص. الآن ماذا وضعته الآن في ماذا؟ محك لا يمكن أن أرجع فيه للوراء أبدا. إذا علمت أولادك بهذه الطريقة واشتغلوا على قصص وما قصص، لا يمكن يتنازلوا عن القراءة. هذا الكلام أقوله عن واقع. كيف؟ طبقت برنامج القراءة مع 32 شاب. الآن واحد من الشباب، أسأل الله يحفظه، قولوا آمين، الآن انتهى من قراءة البداية والنهاية لابن كثير 20 مجلد في ثاني متوسط. هذا فقط لما يدخل في برنامج، أصبحنا عندنا برنامج بحمد الله في المسجد 4 سنوات. يدخل عندنا الولد، نعرف ما الذي سيقرأه من أول أسبوع إلى آخر أسبوع. ولهذا نقول دائما للحلقات، يا حلقات، يا طلاب العلم، يا ناس اللي تشتغلون في الحلقات، خلي الطفل يدخل عندك ويعرف ايش بيقرأ في الفصل الدراسي كله كامل، مو جالس مسكين ضايع على حسب على كيف المدرس، مو صحيح. قل له يا ولدي هذه خطتك لهذا الفصل الدراسي، تريد أن تزيد ما عندنا مانع. أعطيكم تجربة عندي في المسجد. تعرفون الطلاب ما شاء الله في تسميعهم كلهم يحفظون في المسجد، ما حد يحفظ في البيت، وذلك هم ما يحفظون الآيات، هم يحفظون شكل الصورة بس، وجاء غسلها لك وخرج من المسجد. إيش اللي بعدين؟ الله أعلم. فماذا فعلنا احنا في المسجد؟ قلنا ما فيها تحفظ يومي وما أدري إيش. نحن عندنا أهم شيء تحفظ في الشهر جزء عمة، جزء كامل. شهر محرم جزء عمة، شهر صفر جزء تبارك، شهر ربيع الأول جزء كذا، زين؟ أي واحد ينتهي من الجزء الأول له 500 ريال، أسبوع واحد انتهى، تمام؟ انتهيت من 4 أجزاء
جهاز محمول لابتوب بين يديك وأمام الناس أربعة أجزاء، طبعا كل جزء ينتهي منه 500 ريال، أربعة أجزاء انتهى منها يحفظ يأخذ بعد ذلك هذا الجهاز. ما عندنا تسمع يومي، المدرس موجود في المسجد يبغى يسمع له من الفجر إلى صلاة العشاء، يمسك المدرس ويحفظ. ليس لدينا التزام يومي بالوقت، بمعنى أنه ما هو ضروري يحضر يومين، لا، عندنا يوم واحد فقط، يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء درس لازم يحضر فيه كل الأبناء، علشان نعلق على الآيات، نربيه، نعطي قيم، نعطي أشياء. وجدنا أن الشباب ينطلقون بشكل غير طبيعي. نحتاج إخواني أن نفكر كيف نصطادهم. ابن جماعة يقول في أدب السامع المتكلم: كنا إذا رأينا شابا لقنا فطنا ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج منها إلا عالم. هذا نبغى احنا، ألقي شباكك. أولادنا في البيت، أنا أقولها بكل ثقة، أولادنا في بيوتنا وخاصة في مجتمعنا، مجتمع متميز ولا يزال كثير من المجتمعات لا تشبه مجتمعنا، بل الإخوة المغتربين اللي يسكنون في السعودية يتمنون أنهم يستمرون حتى يستمر أولادهم في الدراسة، أن يستفيدوا فعلا هنا، ولا لا يا جماعة؟ لذلك أولادنا مميزين، لكن يحتاجوا إلى الناس ترفع من شأنهم، تبحث عن أماكن التميز لديهم وتحاول أن ترفعها وأن تستفيد منهم بإذن الله جل وعلا. رجعونا على الشرائح مشايخ، الصحي، فرشاة الأسنان، نظافة المنزل إلى غير ذلك، العطاء، صدقة، إهداء هدية، الترفيه، رحلة إلى غير ذلك. نوع هذه الأشياء، ليس كل شيء تركز على الجانب العقلي، دراسة 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 وبعدين، لا، اجعل كل هذه الأشياء مع تركيزك على الدين، لأنه إذا تدين الإنسان تأتي هذه الأشياء بإذن الله تعالى تباعا للإنسان. طيب، نمر عليها سريعا مشايخ، الأفكار الصغيرة قد تكون البداية لإنجازات عظيمة. هذا البرامج التي نتكلم عنها، اللي تكلمنا عليه قبل قليل، لقاء المودة، هو اللقاء العائلي، لقاء عائلي أسبوعي، كيف يكون، كيف يدار، ما هي محتوياته، هذا بحر يحتاج أن نجلس عليه ساعتين 3 ساعات بكل هدوء، تمام؟ وأنا بكلم الشيخ وليد يجيب فرش الليلة وتناموا هنا إن شاء الله. طيب، بالنسبة للبرامج حتى لا نطيل فيها، أنا سأرجع إلى الشاشة الرئيسية. هذا في عندنا برنامج اللقاء العائلي، وفي شخصية الشهر، وفي خلق الشهر، وفي البرميل الشقي، وفي يوم التنافس والإبداع والابتكار في بيتك. كل هذه الأشياء ممكن تأخذها وتبدأ في تطبيقها، أيام لا تنسى. هذا لماذا؟ لتفعيل لغة الحوار في البيت. اجتمع مع أولادك على البحر، على أي كورنيش من كرانيش الدنيا، جمع كورنيش كرانيش ولا لا، أو كورنيشات، قل لهم: أول حجة حجزتها، أول يوم في المدرسة، كما تعبوك وهم صغار، مواقف محرجة مرت بك، مواقف طريفة مع مدرسيك، أحداث الطفولة، ألعاب الطفولة، إيش اللي كنت تلبسه وأنت صغير، عمرك 10 سنوات، تمام؟ ليلة عرسك كيف كانت؟ كيف كانت ليلة عرسكم؟ على قول الأخوان المصريين: منيلة ب60 نكلة. واحد يقول: أنا دخلت ليلة عرسي معي 5 ريال، يعني طفر وسحهم. ها؟ غني والله غني. فعلا لما تحكي لأولادك مثل هذه الأشياء يا إخواني تنكسر حواجز بينك وبين الابن، ولذا أي مشكلة بعدين تقع للبنت أو الولد يرجع إليك أنت، لأنه يعتبرك أخا له. يوم البر مثلا، كيس النقود، هذه إحدى الأفكار، مجلس الشورى العائلي، كيف في بيوتنا ورشة، دعونا نحتفل، كيف نحتفل احتفال جيد في داخل البيت، حدد يوم الاحتفال، وقضايا كثيرة جدا حتى يكون الاحتفال مميز. علموا أولادكم النظام، لوحات منزلية كيف نستفيد منها، حلقة نقاش، يعني الأولاد يجتمعون في إحدى الليالي بهدوء ومعهم أمهم أو أبوهم أو كلهم، وتبدأ خاصة لما تبدأ بحلقات نقاش عشان تبني جسور بينك وبين أولادك، ابدأ بأشياء بسيطة جدا وأحيانا قد تكون تافهة ولكن فيها نوع من الطرفة، علشان تنتقل بعد ذلك وتكسر الحاجز إلى أشياء نافعة. فقل لأولادك: لو كانت لك عين واحدة ماذا ستفعل؟ ماذا لو فهمت لغة الطيور؟ لو لم تكن لك أسنان؟ لو طرت في الهواء؟ لو مشيت على الماء؟ وهكذا. ثم انتقل بعد ذلك الأشياء النافعة، كيف تختار صديقك، كيف تتعامل مع الإنترنت، نقاشات بين كل أسبوعين 3 شهر أناقشهم في واحدة من هذه الأشياء. لو فقدت والديك في زحام
ما حد قال لي والد لأولاده شوف إذا صرنا في السوق وفقدتنا روح لكذا وكذا وكذا، ما نعلمه القضية صح؟ حتى يضيع. وإذا ضاع قابلناه، العلاج المعروف. رحلة سعيدة كيف تكون؟ صحيفة عائلية، مركز الصيف العائلي، حددت لكم هنا مركز صيفي وكيف يكون وإيش محتويات البرنامج وكيف تضع الجدول وكل شيء. ثم قضية القراءة وكيف نعلم القراءة لأولادنا وهذا البرنامج. وكي ها؟ حقوق إيش؟ لا أنا قلت لكم أعطيتكم رقم الحساب. إيش رأيك دكتور؟ يا جماعة أنتم لا تناقضوا أنفسكم، في أول لقاء قلتم ندفع 70,000 على أولادنا. الحين ولا شيء. قاتل الله الحسد. شوف مين الأخ اللي يقول إنتر؟ إنتر يجيبه ها؟ لو جاء خبر إيش؟ وفاة مين؟ ظنيت وفاتي أنا. مشايخ اللي عنده خبرة يجي لو سمحتم. اكتب حف عشان شوف سبحان الله كيف القلوب لا إله إلا الله. يعني ناوين علينا من صدق. نكتب إيش؟ ها؟ اشتغل عليه. قفل ورجعنا على الأول. قول. ألف وستة وستين تقسيم خمسة. أيوة. أيوة افتح لي هذه. لا الأطفال لا. فيها. لا لوحده خلص أنا بقى. هذه مجموعة من المشاريع برجع لك يا أخي، هذه مجموعة من المشاريع ليس للآباء، هذه المؤسسات الحكومية والأهلية ممكن تساعد الآباء في القيام بدورهم التربوي، وهي كثيرة كما تلاحظون ولا أريد أن أقف عندها. والسبب هو أن إن شاء الله ستكون هذه الشرائح بين أيديكم بإذن الله. قولوا إيش؟ إيش تقولوا؟ إيش؟ الله يبشرك بالجنة. طيب كيف؟ إن شاء الله أولادنا مثل هذه الوردة الجميلة الرائعة، ولا نحتاج أن نزرعها، ولكن نريد أن نزرعها في عالم وللأسف عالم جاف وكثير المشاكل والفتن، لكننا بحاجة ولا بد أن نزرعها وأن نعتني بها، لأننا إذا اعتنينا بها بإذن الله ستكون بعد ذلك وردة جميلة رائعة مثل هذه الوردة الجميلة مثلكم. ولا يقف الحد عند هذا أيها الإخوة، بل هذه الوردة الرائعة الجميلة التي سوف تربيها تربية صحيحة سوف تنتج لك أيضا مجموعة من الورود الرائعة، أبناء بعد ذلك يكونون امتدادا لك إن شاء الله تعالى. وعندئذ نقول لك ولا تنسون من دعائكم. طيب الآن باقي لنا 20 دقيقة عشان أنا أفي معكم بالوعد. الآن أريد أسئلتكم، كل الأشياء التي في أذهانكم أعطوني إياها، غير الشرائح تركونا من الشرائح. كل الأخوة سألوني عن جوالي، اللي يبغى يسجل الجوال الآن كما تشاءون، صفر والباقي خمسات. سبحان الله. شوف شوف ما عندهم ثقة أبدا. والله يا أخي ما في خاتمة صدق. بعد 5 ساعات وفي الأخير. طيب مميز. 0-5-0 0-5-0. وإخواننا المصريين يقولوا 0 لما قلنا لهم ليش، قالوا بقايا الاستعمار. أيوة 0-5-0 4-1-5 4-1-5. يا جماعة كنا نملي في الجامعة. 2-4 5-5 6-6 7-7. خلاص 5-5 آخر شيء. هذا يدل أنكم ما أنتم منتبهين من أول لقاء. طيب الآن أسمع أسئلتكم إخواني. لا أول شيء واحد من الإخوة رفعه، تفضل.
تمام. الأخ يسأل عن مهارات، المهارات، وأنا أريد أن أستفيد أيضا من الدكتور وجوده هنا جزاه الله خير. بس بدينا زي المدراء اللي كانوا عندهم براشيهم. الأخ يتكلم عن المهارات. المهارات عموما الأخلاق في الإنسان، منها ما هو مكتسب ومنها ما هو جبلي. فأحيانا في الإنسان خلق مثل الهدوء والتأدة والتأني، خلق تجده في الطفل والشاب، وأحيانا لا. فعندما يكون عندي سلوك أو مهارة غير جيدة أستخدم معه هذه الأساليب ذكرناها قبل قليل، القانون، أسلوب التشجيع إلى غير ذلك، وجود دستور يركز على هذه القضية بالذات، تمام، وهكذا. إذن المهارات ليس كل إنسان يخلق وفيه كل هذه الأشياء. يعني مهارة القراءة، ما في حد يولد وهو عنده قراءة. اليوم الدراسات تقول أن موفق الأحفظ شيخ فهد، الدراسات تقول أن الإنسان إذا المرأة وهي تقرأ لولده وهو في داخل يستوعب. وذلك رأيتم إحدى القنوات الفضائية عرضت برنامج رحلة جنين، وجعلت من الأشياء اللي تأثر بها الأشياء النفسية والأشياء التي تتعرض الأم كلها يتأثر بها الولد في داخل. حتى القراءة اليوم تقول أنه يتأثرون أيضا بالقراءة، لكن توجد أشياء في البيت تعين على القراءة تكون هذه المهارة والثقة في نفسه، لكن يولد قارئا بلا شك هذا لا يحصل. طيب تفضل. ها 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 أكيد تمام، كلام سليم. أكيد، بس نحن الآن نعيش في مجتمع بحمد الله في حصانة كبيرة إعلامية، أقصد على الكتب، يعني وزارة الإعلام تدقق كثيرا في الموجود، لذلك نسبة الموجود الجيد بشكل كبير جدا. أنا دخلت مرة سوق الأزبكية، الشباب يعرفون إيش معنى سوق الأزبكية، وفي الدراسة كويس. هذا إيش يسوي؟ كان واحد واقف على الكتب يقول ربع جنيه تحضر أكبر شيطان، كان كتب سحر. لكن لما صار أنت في بلد محافظ بحمد الله تعالى ويعتني بقضية الكتب التي تدخل، يمكن معارض دولية يصير فيها نوع من الانفتاح، لكن بقية المكتبات الكبيرة لا. لكن ما هو الطعم المناسب لهذا الولد؟ إيش الكتب المناسبة؟ هذا الحقيقة هو التحدي. لأنه مثلا واحد من الإخوة يجي ويأخذ مجلة ميكي ماوس لأولاده، ومجلة غير جيدة، واحد يأخذ مجلة ماجد، مجلة ماجد فيها جزء جيد يمكن 70% وفيها قضايا خطيرة جدا على الشباب. لكن واحد يجي يقول لي يا أخي في مجلة في لبنان اسمها أحمد، إيش رأيك أخليها لولدي؟ أقول له توكل على الله، لأن نعرف أنها مجلة جيدة. أنس مثلا موجودة في الشرقية، فهذا هذه ثقافة تكون على المدى البعيد، ما الأشياء المناسبة غير المناسبة، قصص سيئة مثلا أن أبعدها عن أولادي. وإحنا قلنا في البداية أنه لما تريد تسوي رسالة دكتوراه لازم يصير عندك مشرف استشير. قلنا عندي طفل عمره 6 سنوات، إيش الكتب المناسبة ولا الدور اللي تعتني بهذا؟ بقول لك دار الحدائق ودار الصولتية ودار فلان ودار فلان ودار فلان، تحصل في كل كتب وهذه موثوق فيها. جميل، انتهينا. لا، ناخذ واحد من هنا واحد من هنا، تفضل. ايوه تنفع للكبار ما تنفع للصغار، قراءة تصويرية وقراءة مدري ايش، القراءة السريعة وتقرأ مدري كم في كم. ها كبار بس، الصغار ما تنفعهم اصلا. هذا نبغى نحببه في القراءة، ما تنفع معه الدورة، تنفع طلاب الجامعة والناس اللي عندهم بحوث وكذا تعينهم، لكن بعضها فيها مبالغة، مثل معاهد، بعض معاهد التدريب تعلم اللغة الإنجليزية في 5 أيام، ما يصير صح؟ أي مثلا، فيحتاج أن نخاطب الناس بما يعقلون، لكن هي تنمي مهارة، تزيد هذه المهارة مع الزمن تزيد بلا شك. لكن هل استيعاب الشخص القارئ بتأني واللي يعلق مثل اللي يقرأ قراءة تصويرية؟ لا، القراءة التصويرية تعطيك الأفكار الرئيسة في الصفحة، لكن القراءة المتأنية لا، تفتح لك آفاق كثيرة لا غير ذلك. ها من هنا لا أنت لا، تفضل شيخ. كيف؟ ايه
طيب شو رايك دكتور؟ شو رايك دكتور؟ طول اولاد في الثانوي خروجهم من المنزل، ضابط خروجهم من المنزل، متى يخرجون؟ واذا خرجوا متى يرجعون؟ تمام. صحيح. أنت أخي سبعة. صحيح. من أجل هذا إذا صار في المرحلة الثانوية، وهو طبعا في المرحلة الثانوية له أصدقاء سيخرج معاهم، صحيح؟ فلذا كونه ما عنده مبدأ مو صحيح. يعني أنا أقول له أنت بتروح مع أصدقائك، روح مع أصدقائك بعد الثقة في الأصدقاء، لازم أعرفهم أنا، ثم بعد ذلك أقول له لك الموعد الفلاني. يعني مثلا لما تجي أنت في ليالي الصيف الساعة 12 باقي ساعتين على الأذان، تمام؟ لما يجي في ليالي الشتاء فأنت تراعي هذه الأمور، ما في ميزان دقيق تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. وإحنا قلنا في المناخ الأسري لازم يصير في مرونة، لازم مرونة على حسب. إذا كان هذا سيؤثر وهذا الصح، لكن متى؟ عندما يكون عنده انتماء في البيت، عنده أشغال. أما تقعدني وأنا جالس ولا على إنترنت ولا بلاي ستيشن، أحيانا قد يكون ذهابه مع أصدقاء إذا كانوا صالحين خير لهم من الجلوس على هذه الأشياء. فأنت تفكر عاد ما هو المناسب له. لكن الخروج بدون نظام، بدون دستور واضح، بدون قضاء، لا هذا خطأ. ولهذا احنا قلنا في المناخ الأسري له مواعيد محددة وفيه مرونة. جميل. أيوة. يجي بعد العصر، بعد الظهر، كويس؟ يحل واجباته كلها ورتب جدول البكرة. بعد العصر فاضي، وبعد المغرب فاضي، وبعد العشاء عشان ينام يبغى له ساعتين. ما هو كل الناس عندهم حلقات حبيبنا. يقولون في علم التربية لا تكن أولوياتك أولويات الآخرين، ويقولون أهل الإنجليزي be yourself، كن نفسك. يعني أحيانا أنا ولدي في الحلقة، بس مو أولاد الناس كلهم في الحلقات. فلهذا أنا أولادي في العصر ما عندهم مشكلة، جالسين في الحلقة وطلعوا بعدين وانت. لكن بعض الأسر لا، وذلك يتعب فعلا مع ولدي لما يصير داخل البيت. تفضل شيخ. وهو فلوس في شيء هنا على اليسار. نسمع أهل السودان. أنواع الذكاء أنا بعطيكم الشرائح، وصلى الله على محمد. أيوة عشان بالمرة ترتاحوا. ها والشرائح بتصير عند الشيخ وليد، لأنه صعب الآن كل واحد يخرج الدجال وحنا ما سوينا شيء. تفضل شيخ. أيوة أيوة. سوا لا خطين متوازيين. ايوه واشتغل على القدر القليل. ماشي ماشي. احنا قلنا احسنت، هذا كلام جميل. في بناء تربوي للمربي، هذا يستمر فيه حتى يلقى الله. ايش اللي ابدابه انا مع اولادي؟ احنا ذكرنا انه في عندنا برامج مختلفه، والله ركزنا على البرنامج الديني، انه جزء لا يتجزا من حياتي كاسره انه الصلاه هذه ما اتنازل عنها، بر الوالدين ما اتنازل عنه. هذا ما حد بيجيك اي واحد في الدنيا يقول لك لا والله انت لو قدمت فرشاه الاسنان خير من هذا الموضوع، ما حد يقول هذا الكلام. ولهذا الجانب الديني هو الذي ينبغي ان يغذى عند الاولاد بلا شك. ثم بعد ذلك انت دائما اشتغل على المتفق عليه، الاشياء اللي تحت طعمها بحيث انه الاولاد ما يشعرون بملل في برنامجهم. جميل. بشرط وانتبهوا معي يا شباب يا مشايخ يا العبيد، لا يصنعون حضارة. العبيد لا يصنعون حضارة.
إذا أردت أتباع المتميزين في البيت علمهم أن يكونوا أحرارا، بمعنى الخطة ليست للأب والأم تجون في الغرفة لوحدكم وتبدأوا تخططوا للعالم، لا، جلسهم معك قل لهم يا أولادي. ولذلك احنا لما قلنا في القانون قلنا طريقة الشرح لهم، يجي تشرح لهم 4 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 17 سنة، ما في أحد يجي ويفرض عليهم، لا، اجعلهم يشاركوك في هذا، لأنهم جالس أنت تبنيهم ليكونوا آباء بعد 15 سنة. تمام، حسنت. آخر سؤال، الدبلوم، الدبلوم طبقوه في مساجدكم في بيوتكم. ايه مرة أعطيكم من الكتب وكل شيء. عندنا هناك لا طبعا، احنا في حينا بس نحن لا نخرج خارج الحي أبدا. تفضل. أيوة. تمام. زي ما قلت لك، المشكلة كل مشكلة ولها حل. والأمر الثاني، العلاج جزء من الزمن. واحد يدخن 5 سنوات ما يمكن في يوم وليلة يتغير. أحسن. أصدقاء يضيعوه، ما عندك مشكلة. العلاج جزء من الزمن، جزء من العلاج، بمعنى أنه ما في أحد يجي في يوم وليلة يبغي يغير أولاده، هذا مو صحيح. نوعية المشكلة يحتاج أن نفكر في آلية لحل هذه المشكلة. عندنا حلول خاطئة دائما نستخدمها وحلول صحيحة دائما نستخدمها. قصة طويلة هذه. عندي الآن دورة هنا، كيف تحل مشاكل ولدك؟ هذا مني أنا هدية لكم في هذه الليلة، شرائح ودورة جاهزة وجميلة ومفهومة إن شاء الله، مقروءة، تجدوها عند الشيخ وليد أيضا. كيف تحل مشاكل ولدك، سواء تدخين، كذب، عناد، سرقة، إلى غير ذلك من الأشياء. طيب تفضل شيخ، بجي لك. أيوة. ما دون ألعاب تربوية، جميل، في كتب أصدرتها دار الحدائق ودار أطفالنا مناسب العمر 3 سنوات، تعلم مثل هذه في هذه الأشياء. في كتاب لأحمد سليمان، أحمد سليمان مجلدين، هذا الكتاب يعتني بالأطفال ما دون سن المدرسة، مثل السن اللي تذكر أنت قبل قليل، يعلمهم أشياء، بعض الآيات، بعض الأحاديث، بعض الأبيات الشعرية الجميلة وغير ذلك. منهاج الطفل المسلم أحمد سليمان مجلدين، واحد الابتدائي واحد المتوسط، منهاج الطفل المسلم لأحمد سليمان. طيب مشايخ نختم. ها، الشرائح عند الشيخ وليد إن شاء الله، تجولها بكرة بعد بكرة، يعني أنا سأسلمها له والوجه من الوجه أخضر. في شيء عندكم مشايخ؟ تفضل. نحمسه، حفزه، أعطيه 1000 ريال تتحرك. لازم يصير تفاهم، ولذلك احنا ما شرحنا قضية تفاهمة. نحتاج أنه أحيانا الزوج مستواه التعليمي جيد والمرأة عكس، وأحيانا العكس. تمام؟ فيحتاج أن نثق في قدرات بعضنا البعض. لا أحد يقول والله زوجتي في الابتدائي ما عندها معلومات، مو صحيح. الأم تعرف ما لا يعرفه الزوج والأب، وعندها اطلاع على أولادها لا تعرفه، لكن نحتاج أن نقترب من بعض. ثم ماذا نفعل؟ نبدأ نكون ثقافة تربوية لدينا، سماع أشرطة مشتركة، سماع شريطة لوحدها، أسمع أنا شريط لوحدي، نقرأ كتاب في آخر الأسبوع صفحة واحدة بس، آخذ كتاب العشرة الطيبة للشيخ محمد حسين صفحة واحدة، أقرأ أنا وياه ونتناقش أنا وياه. بس لازم ننزل يا جماعة، ننزل، ما يصير الواحد فوق ومدري إيش، مو صحيح. إن أحدكم ليجلد امرأته جلد العبد ثم يجامعه آخر النهار، مو صحيح هذا. يصير الواحد هنا ضربه هناك بعد ذلك يحتاج، لا، الجميع سواسية. أنتم الآن مهمتكم أنكم ماذا؟ ترتفعوا بشأن هذه الأسرة. أما كل واحد شايف نفسه، ما يمكن الحياة الزوجية تستقيم. ولذلك احنا بدأنا في البداية أسرة بدون مناخ أسري متميز، هذا الكلام كله ما في فائدة. عيشوا أول شيء حياة سعيدة، جنة. تفضل. إيه. لازم تعليم. خلني أعطيك تجربة. إحدى المشاكل عندنا في الأسر مثلا قد تحصل التحرش الجنسي، ومشكلة تحصل بعض الأسر، تحصل ناس أكبر منهم. كيف أتجاوز مثل هذه الأشياء؟
هذه مشكلة ترى كبيرة في حياتنا وتسبب له يعني مشاكل على المدى البعيد سيئة. إذا كان عمره يناسب للحديث أبدأ أتفاهم معه، أقول شوف في مناطق خاصة فيك ملكك، لست أنا لا أراها ولا أمك، هذه لك أنت، بمجرد حصول شخص عليها أو كذا هذه مصيبة عليك في حياتك، أصبحت الآن سويت له سيكوريتي هنا، خلاص منطقة آمنة لا يمكن أن أحد يمسها. هذه الآن بمرحلة عمرية تناسب هذا الحديث، إذا صار الله في مرحلة أعلى ممكن أتفاهم أنا مع بشيء. نفس القضية لما أروح أنا عند أسر عندهم دش، تمام، أحيانا أروح إجازة صيفية وأرمي أولادي في مناطق عند أهلهم عند جدانهم، يصير بيتهم غير مهيئ، صحيح؟ مشكلة عند الجميع، ما في حلول سحرية نقول لك والله كذا، ما يمكن، لكن أنا أعلم أولادي قيم. ليش أولادنا يتأثرون؟ ليش لما يروحوا أولادنا يرجعوا هم يسبون، بينما أولاد الناس مع أنه هذا البيت بيت صالح ومع هذا ما أثر في أولئك، ليش؟ أنه ضعاف هؤلاء، لكن أنا أهلهم ليكونوا أقوياء، عندهم قيم، أنه السب لا. أولادنا لما نروح بهم الألعاب مثلا يشترون تحصل فيه شيء، فيه صورة ولا موسيقى مباشرة، لماذا؟ أنه أصبح هذا ممارس في البيت، يجي موسيقى ولا أخبار ولا أي شيء تجدنا سلوك من المنزل من البيت إضافة إلى تكثيف الكلام عليه. نفس الشيء نحن نحتاج أن نبني قيم عند الأبناء، قيم ناقدة للشر الموجود في بقية البيوت، بحيث أنه يصير عنده حائط صد، بمجرد ما يروح لهذا البيت يرى أنه هذا سيء يقوم يطلع، لا غير مشاكلها خطيرة، هذه فيها استهداف عقائدي أخلاقي جنسي أشياء كثيرة لا تخفى عليكم. لكن أنا بسألك شيخ سؤال، وهو لماذا نشأت المشكلة؟ بمعنى لماذا أولادنا الآن عندهم فراغ يجعلهم يبحثون عن بلاي ستيشن لمدة 3 ساعات 4 ساعات؟ لأن البيوت لا تملك خطة واضحة تستطيع ملء فراغ أولادها، هذه المشكلة هنا. احنا ليش نحل الآن بلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن نحن نتفق عليه بأنه مدمر للأولاد على المدى البعيد، وأخلاقية وسلوكيا حتى صحيا حتى البدانة والسمنة وغيرها من الأشياء. إذا نحتاج أن يصير عندنا برنامج فيه ترفيه تربوي أملأ به حياة الولد. يأتي سؤال، لكن التعامل مع الشيء الإلكتروني شيء مميز ونحتاج أن أولادنا يتعلموه، فلماذا نحرمهم إياه؟ نأتي ونقول سؤال الأخ، هل في بديل ممكن أن أجعله لأولادي بحيث يشوفوا؟ في بديل وفي شركات تخصصت في هذا الموضوع، وهو لكن هل هو بحجم إنتاج الصين واليابان؟ وهذا مستحيل. إلى الآن في العالم الإسلامي ما عندنا شخصية كرتونية نعلق بها الأطفال الصغار، صح؟ كل الناس مع باباي وميكي ماوس زي ما تقولوا، الأشياء هذه هم خدموا وبذلوا وأصحاب تجارة، لكن نحن لا. في دار الفكر السورية، دار معتنية بهذا الجانب كثيرا، مجموعة من الدور المصرية والسورية ستجدونها في المعرض الدولي إن شاء الله، عندها أكثر ممكن 200-300 سيد فيها ألعاب وغيرها، فممكن أن تستفيدوا منها. أنا الذي أريد أنكم تحولوا نظرة أولادكم من الاستمتاع بالإلكترونيات إلى القراءة، في كتب، لكن صحيح أن المشاهدة بالنسبة له أقوى تأثيرا وأكثر جذبا له، ولهذا القنوات الإسلامية اليوم وفرت شيء لا بأس به، جميل، لكن أنه في حل جذري وأنه عندك مادة موجودة في السوق سوف تملأ فراغ 1-2 سنين ما هو موجود هذا، ونحن نقولها بكل حسرة وألم. ما في أحد الآن تبنى من تجار المسلمين أنه يهتم بجانب الترفيه التربوي لأولادنا. فيها سيدي اسمه المعلم عدنان، معلم عدنان لأحد الإخوة في الشرقية هنا، سيدي مميز جدا، يعني لو حرصتم عليه سيكون فيه فائدة كبيرة. أظن الوقت انتهى، الجميع يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشكركم جميعا على حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.